اهلا وسهلا بكم مشاهدينا في لايف جديد، موجودين معاكم في اللايف ده بنرسل لكم يعني تفاصيل تصدر الفنان فادي خفاجة خلال الساعات الماضية ل يعني تصدر الترند وعمليات ومحركات بحث مواقع التواصل الاجتماعي، وطبعا ده بعد خبر يعني الذي انتشر في الساعات الأولى من صباح اليوم، وخبر تعرضه لحادث صعب، وبسبب الحادث ده طبعا بسبب الحادث ده كان تعرض الفنان تعرض الفنان فادي خفاجة لإصابات كبيرة تم على أثرها يعني نقله إلى مستشفى في مدينة مصر. اللي حصل ده اللي هنقول لكم في التفاصيل في اللايف ده، وإيه حكاية اللايف أو البث المباشر اللي كان بيصوره الفنان فادي خفاجة، وأثناء صور وهو بيصور على التيك توك كما هو يعني متعود راح عمل حادثة. تعرض الفنان فادي خفاجة إلى حادث مروري اليوم، ونقل على أثره إلى العناية المركزية بأحد مستشفيات مدينة نصر لتلقي العلاج. ويعني صرح شقيقه الفنان شادي خفاجة تفاصيل الحادث، وقال إن أخوه تعرض للحادث، والحادث تسبب لارتجاج في المخ، وإن أخوه دلوقتي موجود بيرقد داخل المستشفى في مدينة نصر، وقال إن الأطباء خايفين عليه وبسبب الحادثة، وبيقولوا إن هم خايفين من وجود نزيف داخلي أو أي مضاعفات، وقال إن بسبب الحادثة قد تتسبب في حالة تدهور كبيرة، وقال إن هم يعني دلوقتي بيدركوا إن أخوهم يعني أخوه فادي خفاجة بعد تعرضه للحادثة فاقد للوعي بشكل جزئي، بيقول إن هو بيصحى وينام، لكن يعني الحادثة كانت صعبة شوية عليه. بداية الخبر انتشر ازاي؟ كانت نشرت الفنانة منة جلال على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي يعني منشور هو اللي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت فيه يا جماعة اللي يعرف يوصل لفادي خفاجة الممثل كان لايف على التيك توك والعربية انقلبت بيه وتليفونه فصل. بعد ما تم تداول الخبر بشكل كبير طبعا خرجت الأجهزة الأمنية بيان وكشفت تفاصيل الواقعة الكاملة، وكشفت التحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة وقعت إصابة الفنان فادي خفاجة إثر حادث مروري وقع في مدينة نصر، وقالت التحريات إن عجلة القيادة اختلت من يد الفنان أدت إلى إصابته بارتجاج بالمخ وجرح قطعي في الرأس يبلغ 9 يعني غرز، وقالت إن هي مش هينفع نستجوبه دلوقتي بسبب إصابته. وأجرت الأجهزة الأمنية التحفظ على كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة اللي حصلت، وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد باصطدام سائق سيارة اصطدام سيارة بالشارع في محيط سيارة ملاكي وإصابة من بداخلها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أن السيارة للفنان فادي خفاجة وتم نقله لتلقي العلاج. الحادثة حصلت تحديدا أمام مقابر الوفاء في شارع حسن مأمون مدينة نصر 2، السيارة اصطدمت بالجزيرة الوسطى ولم تنقلب، والإصابة خطيرة للفنان. شكرا على حسن المتابعة.